Stop. Stop. No. Stop. Stop it. السلام عليكم صباح وناكسن مالي وناكسن لما أنا سحبت ميل وبدون كذوقتين الصلاة قدام بوحي سلة وأنا بقول لكين محمد بسكت هكاتوس ما ولا سعت أنا وايد شنا الكينا محمد بسكت أوفيشال هدي أبنو قعد سبت أوي تمر كوري سنة صباقات وحنسيح شو ماذا كعو عن سنة أنا سبسكرايب نصرت كم بلا الكفرو ركما جلالك سياد ونقط قف كوري من تعب سحبت ردا كم تاينا وكم عسنت لسي جوتان كعك لايكت لا استغسي وح فكرة ده أنا كومنتين نورب هذه الأم حسنتين كونوا سودوا هذا الجلال كينا مالك لو قرح بدن مالك لو عصب ساك وحرب أبو دلايو دل بأكودن بي ما مقش دلايو دل بأكودن بي وحاس سميسيت وعلو سمين هذا قف بنادم درمي سوالو درمين هذا قف وناجي سوالو وناجين هذا قف حمي سوالو حمين لابدان بري وحاق صعودي بقدر كيو حاسكي سأصاق رحصي قبل بدل عضت فيديو شدي يعني ميت قال لي واحد أم بقى اللي روني بين سومالين وحيد كبد بدل سوي مكت وحير هذا يدعن ولا بومبونيا هذا وحاول لك هنا يبقى دلائي وين على سوق بطيب حاس خدر كيو قبل السوق رحيب مقال على سوف فيه قول لي هي وعيد وكلب شوكت إنا لله وإنا إليه راجع ما أيضا بلاك وايد وايد بوجر واني أنا أقول تاني ودات كدات كرتها ما هي وجهي قدام وقتي قفقة أكانو بكر ترى باسبورت أما يا على بورد ما أتخيل تباسبورت شيء كذي اللي يجي له تتبعه هو يسكت قد بلاين ويعب بالباسبورت ويكون قد بكرن ما كلا خارن داتك تدنا داتك هو كلا غبتها وقتي أيام يا ميت كل يوم بوجي حريف تيو كلاب كوجرتو أورك لبا شاليس أيا بالك يعني ويا يعني هذا ما إذا واحد قرح يصير ال الشير قرينا ودات كلا لو ده جاي تانو إذا أنتوا صحيح يعني وأشير جس واحد هردده وحكي كل ممكن مقالة سوق هذا نواك هل ده حلو ليه هاي تاي بسكت واحد أشير جريني واحد سيود نو جوجو حفافيني سفاف اسمها فيسبوك أو تيك توك أو يوتيوب ميلو البويا لو أكاد ده وناني تصل صعدة بل إلى دعوة مقالة ما أيضا مسقف كله إلا بإذن قد أريه قفكاس أيضا مياه مسمى أنا أقرر وارت حاسك قدر كيو وايه أي الولادات كتار وفيرنا عندها فير السنك فير أفك فير لقاها داد بوحبا الشيء أنا أقول لي داد بكالا قرانا أيضا داي تحينا واكاس وعلى سوق رعي حداي هن ما بقى هنبا واكا بل إلا داوضا بإلا بإذن قد أريه وحي قفكي وحال الدلاي والدلاي قودا بي قفكي وح داد وقرحي أسنو على سوق رعي marka waxaan rabaa minna ina idin sheego dadkan ay waxba faafsin ma youtuberada waxay keenin qaarna waxa way barankay keenan qaar jaraajay keenan qaar waxay keenan barnaamij qaar qaarna warbixinay keenan wariyaal amal u shaqeeyaan waxay cusub ay ka hadlaan anaga oo kale iyo dad badan oo aniga ilmida waxay cusub ay ka hadlaan wariyaal madax banaan way ayaga start marka wixii social media ka socdo video hadii social media la keeno هذه يوتيوب لكن هذه تيك توك لكن هذه فيسبوك لكن هرت ما قرسيه فيديو قص هم سناب جال دوري جيميل أو بوامي كاس ما كهذا لنا فكرة دين كذي بنا وهذا واحد معانا وشير قرينا خاصة ما جرتوا وهي عصب ما كهذا لنا أنا ويا الأبدي ذا نابس وهي تاجن هكذا وريا العمل أو هذا لوك وريا هذا طاينا ما أنت هذا لو قص لبي لا تقول واحد عك مش يكين كرت نوت رايدنا وهي تاجن مرك وحاربه مرك مقال كلو كاس ماشة ده وجود به مقال كله oo aad iyo aad aan ula yaabay oo gabar Soomaaliyeed oo Mareykanka ku nool oo nin cadaan ah u qabo ay soo duubtay ayadii gabadheer horta muqaalka ila daawada qol wax yar me it's stack so let's go downstairs no I'm tired of this I'm tired of this Filson stop stop no. stop Filson, stop! Stop! No. Stop! Stop it! Leave me alone! This is my privacy and my room! Get out! The heck? I know how you are. You don't listen to me. Kabad das, wa youtuber Somaliyet o Mareykan kunnol. Waxa doddas idagal kasidah marayin wa gabar yaroy ayada nashayor labi ito binjira. oo ay ka duubayso oo ay leedahay qolka ka soo bax meel hebel imow hoos u soo dig ingiriiska dadan fahmin oo ka dadan fahmin waxa uu qaato
gabadhin leedahay no leave me alone I want my privacy why you are coming here why you are recording gabadhin ay leedahay marka dad badan oo ama mareekan ku nool ama yurub ku nool oo dibkaas qaba ayaa jira kaliyeeda ma ahan aruurta qurbaha xaqiiqatan aad bay u dhibban yihiin tan labaadna kaliyood qalad kama lahan waalid hadaan nahay soomaalina tarbiyada dhinaca caruurta waa ka dhiman hooye aabe runta fiican ogta laba iyo toban jir sidaas kuula hadlaya oo la fiirsanayo booliis ay ugu yeertay markii dambaxda I'm calling the police. You calling police on your mom? Yes, I'm tired of this. Tired of what? Everything. You for telling me. You to come downstairs and eat your breakfast? Okay, and you keep invading my privacy. Like, get out of my room. What privacy? وحتى انتي حناقضي. بسم الله الرحمن الرحيم. وحي ماشي سارناي ودون صوت تورت. ألابتي كان سوقو كان سوقو. كو هرت الملابود والقبار دي هويدة دا اسلوغو وحا ما يوتيوب كالوغو كالكي عنايا وحا صوت تور ميتري. هدي تاستايو فيوس رايس ايهين ايه اطال. haddii laakiin ay dhabtahay waxaana xaqiiqatan tarbiyada ayaa naga qaldan sida caruurta loo tarbiyeeyo ma lahan gabadha keliya qaladka hooyadana way leedahay gabadhaadu waxaas dagaal fowdada sidin dhex maraysa kaamarada igada privacy-ga rabaa ku leedahay waa aad u duubay horta adiga naftirkaaga seed u duubay oo meelaha u soo gelinay keliga ma ahan dad badan oo muuqaalkan daawan doona ama yurub joogo ama mareykan ha joogo ayaa caruurta saas dhib ugu jira dhib bay isku haystaan ayay caruurtooda dhibaato uga dhexaysaa mareykan ha joogaan ama yurub ha joogaan ilaahay horta marka hore awlaad baaraya allah nasi ko tan labaad canug marka hore bisinka loo qaban bisin yaa qabta horta waxaa la yidhi labada qof sida nabigeen u sheegay sallallahu calayhi wasalam marka ay isu tagayaan bisinkaa la qabsadaa allaahuma maalaha وجنب الشيطان جنبنا وجنب من جنب الشيطان مما رزقتنا الهي انك ايو وحنو ارزاق دبا شيطان مالا انك وحنو ارزاق دبا شيطان كفوقي شيطان كبدبادي دي انا ما اخرنا حديث كاس اما ما باقرنا قبا با 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 اوكي فيلين غوش لما تنون لا حسوست يا حسوست يا اعوذ بالله بسك حسوست بسك يا مركز عمل حقوها يا با ya balaay kala dadka saarane marka gabadha horta waxaan dhihi lahaa in aad ku duubto hooyada wax kugu qalad gabadhaado oo saas waxaan aqsan istagaalaysiin inaad duubto dadka la wadaagto wax kugu qalad waxaa ina adiga dhamaysatay ahayd haddii wax youtube duubisay ka tahay waa caadi laakiin haddii ay waxaan runka yihiin gabadha adaa mayaca kan badi waa la edbiya caruurta soomaali tarbiya waxay u yaqaanaan in la garaaco dad badana commenti ku soo qoray ii keen africa waa dilaya maya garaac canug tarbiyad oo ma noqdo gaalada waddanka kula joogto waa edbiyaan ilmaha mana garaacaan hadda canug yaroo dhashay ka soo qabo fiiri canug shan jira kuu joogo lix jir a kuu joogo fiiri soomaali kuu sheega markuu iskuulka joogo kabihiisa meel buu dhigayaa jaakada meel buu dhigayaa boorsada meeluu surinayaa dharkiisa saa xiranaya meel buu fadhiisanaya laakiin guri markuu imaado jaakadii iyo boorsadii iyo kabihii albaabka kusoo tuura hooyada aruurinaysa meelaha dhadhigaysa iskuulkana meesha asaga magaciis ku qoran u dhigta ilaa canug wal magaca ugu qoran meesha okay gaalkaas ma dilay iskuulka ma garaaceen ma handadeen waa may waa la tusaa qofka saanyeer waxaan adaale waxaan adi madiid kan waa loo sheegaa ilma soomaali horta waxaan balaayo ku dhignay canug walaalkiis maxaa laba shiya loo soo gadaa labada canug mid buluug midna casaane buluug adaale casaanka adaale li labadan balooni camal kubad taada haddii hallaw tiis ma qabsan karta okay canuga maskixiyana laga soo dhisaa koobka shaha lagu cabay kan adaale kan adaale beri mala qabsanayo wuxuus laakiin soomaali haddaan leh wuu la dagaalaa kanuu ku dhigay wuu kaa weeyahay si wuu kaa weeyahay si beri dad qaraabada caruurtooda idin soo booqanay gurigu imaana wuu kula dhigay wuu oyna wuu kaa weeyahay si heer marka dan wuxuu gaaraya banaankaas haddii la geeyay caddaanka waxooda uu ku dhigo may gabadhaad saas hididaad indhacdeeskaas waxaas ku wato dagaal iyo fowdi duubis saas oo dhan maxaa ku geli telefoonkay ku mashquulsantahay qolka kula jirto kibirka keena maa ka qaadid telefoonka laga qaada canuga lama dilo laakiin waa lala dagaal dhaqaalaha lacagaha siinayso mayac ka badiyaa laga jaraa telefoonkaasaa laga jaraa waxaan miyahay ay wax walba xiisa loo daaya oo kuu imaanaa markaas laakiin qurbaha gee xagga gee la damay inay ulaanta baara ilah nooga dhigo gabadhaas maxaan leeyahay adaa mayac ka badi ha jijibis may hata tuurto alaabta bugaagta waxa dhan ay daadaadinaysa meesha ayagoo yaalaan
laga dhaqaa looma qaado marka dhaqato looma dhaq shiba laga dhaa ayda qabsays markii dambe mobeelkaas balaayd ay ka wadalay ka istaraaf banilt wala gana xabis aanuga warinta ugu baxay asalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh commentiga noo soo qorbal maxaa keenay dibkaas oo kale